صيام صيام. صح معاكي حق. انا شايفه بقى انه فعلا كل مكان له ظروفه وكل وقت مش ماسكه دراعك اللي هيقع وحياته. ما تسيب الدراع. ما انا عشان كده سيبيه كده وفك كده. لا ما انا برتاح كده. لا فك كده ماشي. شفتي يا شهد عسل طيب. بغض النظر عن مين بيعمل ايه وبيصوم ازاي، اكيد كلنا يعني مجتمعين ان كل واحد يصوم زي ما هو عايز، واحنا اكيد هنا عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنحكم على حد يصوم ازاي وما يصومش ازاي، كل واحد حر يصوم بالطريقه اللي هو عايزها. بس انا بصراحه عشان اكون صريحه جوايا انا مقتنعه بوجهه نظركم، بغض النظر بقى عن ان انا بدافع عن فكره ان كل واحد يصوم بطريقته وبشكله، لكن انا شايفه انه طالما انا قررت اصوم يبقى في مكان وفي ظروف وفي طقوس وفي حاله روحيه معينه لازم اعيشها طول ما انا صايم. يعني انت مع اللي بيروحوا الساحل ولا مش معاهم؟ لا انا هم احرار، انا بقول لو هم بياخدوا اجازتهم وبيروحوا هناك يتعبدوا خلاص هم احرار. مفيش لا فين هيجي منين التعبد في حقيقه هناك. الامر لا بصي يا هدي اللي عايزه اقوله لك حاجه بس، ان برغم ان احنا عمالين نتريق قوي على الناس بتوع الساحل لكن ما ننكرش وانا بالاخص يعني ومش هتكسف ان انا اقول ان انا واحده ما اعرفش صيامي صح ولا غلط، يعني انا بفضل نايمه طول النهار ده بجد لو ما عنديش شغل، ولما بيبقى عندي تصوير بتعذب وبرضه بفضل شغاله طول النهار، فما اعرفش هل صيامي مقبول وانا بصور وببقى بشعري وحاطه مكياج وقاعده في التصوير طول النهار، ولا وانا نايمه ما بعملش اي حاجه، ولا صيامي انا اللي هيتقبل ولا صيام الناس اللي في الساحل، فده مش مقياس خالص. بس احنا بس بنقول ان هم برضو بيبقوا كفايه ان هم قاعدين كده، لو واحد فيهم جاع ممكن دلدل رجله في شويه ميه خلاص طرت على قلبه وحاسس بالصيام. لا ما هو قعده